السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الزمالك القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها يوم الجمعة القادمة 5/8/2022. المباراة بإذن الله تعالى بين نادي الزمالك ونادي الجونة. متابعين الكرام، الجونه في مواجهه الزمالك باذن الله تعالى زي ما قلنا يوم الجمعه القادمه 5/8/2022. اول مره تزورنا في القناه انزل اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. المباراه باذن الله تعالى يكون معاد الساعه 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعه 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعه 11 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق غير معروف، ملعب المباراة ملعب استاد خالد بشارة، الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.